بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب المواريث وفي قسمة التركات، وقلنا بأن هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، لأنه لا يستغني عنه أحد، لا الكبير ولا الصغير، ولا الذكر ولا الأنثى، ولا الغني ولا الفقير، كل يحتاج إليه. فأي منا يعرف لمن يكون المال بعده؟ ما هو نصيب الزوجة؟ وما هو استحقاق الأب؟ وما هي حصة الابن والبنت؟ وهكذا. ثم يعرف نصيبه من أبيه، وحصته من أمه، واستحقاقه من زوجته. المهم أن كل واحد منا يحتاج إلى معرفة هذا العلم، لأن له ارتباط وثيق به. وقلنا بأن الورثة ينقسمون إلى قسمين، منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ قلنا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. ومن الورثة من يرث بالتعصيب، وأحكام أهل التعصيب ثلاثة: إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء يعني من الفروض سقط إلا ثلاثة: الأب والابن والجد، وإلا فإنه يسقط. والفروض المبينة في القرآن والمحددة والموضحة، والتي أبانها عليه الصلاة والسلام ونقرأها في صلاتنا ونتعبد بها في المصحف، الفروض ستة. الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، كلها مبينة وموضحة، لا غموض فيها ولا إشكال. النصف لخمسة، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلث لثلاثة، والثلثان لأربعة، والسدس لسبعة، فهم وعدد أهل الفروض 21. البقية يرثون بالتعصيب، وقلنا التعصيب أحكام أهل التعصيب لهم أحكام ثلاثة: إذا انفرد أحدهم يعني ما واحد أخذ جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذوا فروضهم وما بقي فهو له، وإذا لم يبق شيء سقط. بينما أصحاب الفروض إذا لم يبق شيء نقول عالت المسألة ونعطيهم. لو مثلا المسألة من ستة، وأخذت الأم مثلا، وأخذ الزوج النصف ثلاثة، وأخذ البنتين أو وأخذت الأخوات الثلثين أربعة، نقول صاروا سبعة، لازم نعطيهم هذا. ثم قالوا معهم بنت أو أخت من الأم، نقول خلوهم ثمانية. قالوا معهم جدة، نقول خلوهم تسعة. لابد أهل الفروض نعطيهم حقوقهم، وإذا ما وفت الفروض
تعول المسألة بحيث تكتمل الفروض ولا ينقص منها شيئا، ونعطيهم على حسب ما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبانته السنة. يعني الزوج نقول له النصف ونعطيه 3/9 الثلث، والأخوات نقول للثلثين ونعطيهن 4/9 أقل من النصف، وأيضا الأخت من الأم نقول لها السدس ونعطيها 9، والجدة نقول لها السدس ونعطيها 9، لأن المسألة فيها عود. وأما أهل التعصيب إذا بقي شيء أعطيناهم، وإذا ما بقي شيء نقول يخلف الله عليكم، ما عندنا شيء، أهل الفروض أخذوها ولم يبق شيء. فالعاصب هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا لم يبق شيء سقط إلا 3: الأب والابن والجد. عندنا أيها الأحباب ذو الأرحام ليسوا من أهل الفروض وليسوا من العصبة، مثل العمة والخالة والجد من قبل الأم وهكذا، وبنت الأخ وبنت العم وما أشبه ذلك. هؤلاء هم ذو الأرحام، يسميهم علماء الفرائض ذو الأرحام. إذا ما وجد أحد من أهل الفرض ومن أهل التعصيب ندخل أهل الأرحام، ندخل ذو الأرحام. كيف نعاملهم؟ نعاملهم ينزلون بمنزلة من أدلوا به، ينزلون بمنزلة من أدلوا به. فمثلا عندنا الخالة بمن أدلت؟ أدلت بالأم، نخليها بمثابة الأب. عندنا العمة بمن أدلت؟ بالأب، نخليها بمثابة الأب. عندنا بنت الأخ بمن أدلت؟ بالأخ، نخليها بمنزلة الأخ. عندنا بنت، وهكذا، يعني ينزلون بمنزلة من أدلوا به، وهكذا يتم إعطاؤهم كامل حقوقهم. وقفنا أيها الأحباب على الجهات، قلنا جهات التعصيب فيما سبق جهات التعصيب 6، جهات التعصيب 6: الأولى بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة. ما أقول ثم جدودة ثم أخوة، لا، ثم جدودة وأخوة، لأن الجد والإخوة موضوعهم واحد. ثم عمومة وبنوهم، ثم ولاء، ثم ولاء. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فنقول بنوة، أبوة، جدودة وأخوة، عمومة وبنوهم، جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولا، وهكذا. بقي أن نعرف أيها الإخوان مسألة تريدنا في هذه الليلة المباركة، يسمى بالخنثى. بالخنثى، من هو الخنثى؟ الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا ندري هل نقول له محمد ولا نقول له فاطمة، أشكل علينا أمره. من له آلة ذكر وآلة أنثى، الخنثى ينقسم إلى قسمين: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. غير المشكل اللي فيه مثلا من أعراض، شيء من أعراض النساء لكنه رجال، أو في شيء من أعراض الرجال لكنها امرأة، هذا نقول غير مشكل. لو مثلا حصل حيض نقول نعرف أن هذا مرأة، لو نبتت اللحية نقول هذا رجال، ما في إشكال، لكن أحيانا لا هذا ولا ذا. طيب، يقول العلماء في هذا ننظر إلى ما باله، يعني البول، إذا بال من الذكر فهو رجل، وإذا بال من الفرج فهو أنثى. قالوا إذا كان بال من كلهن، نقول ننظر إلى الأكثر، هل الأكثر من هذا أو الأكثر من ذا، وما كان أكثر فهو نعمل به. وهذه أشكلت
على كبار الأمة مسألة الخنثى. يقولون فيه يعني في الجاهلية قبيلة من القبائل جاءوا إلى حكيم من الحكمة وقالوا عندنا إشكال، ولدت امرأة عندنا ومولود ما ندري هو ذكر ولا أنثى، هل نعطيه ميراث ذكر ولا نعطيه ميراث أنثى؟ قال سأفكر، وبدأ يفكر، وكل الليل وهو يتقلب بفراشه ما 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 وجد لها معنى. بعدين يوم أصبح جاءته الجارية ترعى بالغنم عنده، قالت يا سيدي أراك طوال الليل ساهرا، ماذا؟ قال هناك مشكلة اعترتني وأريد الحل. قالت وما هي يا سيدي؟ قال لا ما هي راعي غنم، يعني أنت خصت ما يتعلق برعي الغنم، هل نوديها المكان ذا ولا نوديها لكن هذا. قالت قلها لي. قال كذا وكذا. قالت ينظر إلى ما باله، ينظر إلى ما باله. فقالوا حلتها، حلتها هذه الجارية. وأيضا في الصدر الأول حصل نفس الإشكال عند معاوية رضي الله عنه وهو في الشام، وأشكلت عليه ولم يتبين له أمرها، وكان علي رضي الله عنه بالعراق، وأرسل إلى علي يسأل. قال علي سبحان الله يحاربوننا ويستفتوننا. المهم إن علي رضي الله عنه قال ينظر إلى ما باله، فإن بال من الذكر فهو ذكر، وإن بال من الفرج فهو أنثى. قالوا لا، ما 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 حصل هذا، وإنما يبول منهما جميعا. قال ينظر إلى الأكثر، البول من الفرج ولا البول من الذكر أكثر؟ قالوا في سواء. فقال علي رضي الله عنه ذاكرا الحكم، قال يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فتم الحكم بهذا. فالخنث المشكل يعمل له مسألة ذكورية ويعمل له مسألة أنوثية، ويعطى نصف هذا ونصف هذا، ويكون في هذا الحكم العادل. بمعنى لو أن رجلا توفي وعنده أولاد وبنات ومنهم خنثى مشكل، قلنا كم استحقاق الابن من التركة؟ قالوا 1000. وكم استحقاق البنت من التركة؟ قالوا 500. نقول يعطى 750، الخنثى يعطى 750، نصف هذا ونصف هذا، وبذلك يكون أخذ حقه كاملا. فالمهم أيها الأحباب بأن الشريعة لم تدع شاردة ولا واردة إلا أبانتها، وإنما تحتاج منا إلى متابعة، وتحتاج منا إلى دراسة، لا سيما في علم الفرائض، فهو من أهم العلوم، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. تسأل واحد يقول الله هذه مسألة صعبة، هذه مسألة ما ألممت بها، وإن وهي مسائل واضحة وأسلوبها بين بين، ولا إشكال فيها ولا غموض، وإنما تحتاج إلى متابعة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف من جهات الإرث لذوي الأرحام، لأن جهات التعصيب قلنا 6 وجهات أهل الأرحام 4. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أدلى ذو رحم بقرابتين، 3 أصل 4 قبله ب4 أصل. فصل. ولا يرث ذو رحم مع والجهات 4 أبوة وبنوة وأخوة وأمومة. إيه. والجهات 4 جهات التعصيب 6 لكن جهات ذوي الأرحام 4. ما هي هذه الأربع؟ نقول أبوة وبنوة وأخوة وأمومة، 4. بينما جهات التعصيب بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولا ولا، والولا غير موجود عندنا الآن، لأننا عرفنا الولا بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم،
وأما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. ونقول جهات الإرث في بني في ذوي الأرحام أربعة، وهي الأبوة. والأبوة يعني مثلا من جهة أبو الأم يسميه علماء الفرائض، مر علينا قبل شهرين أو ثلاثة، أبو الأم يسميه علماء الفرائض بالجد الفاسد وهو لا يرث، لكن الآن نورثه في ذوي الأرحام. وبنوة مثل ابن البنت ومثل بنت البنت وهكذا. والأخوة بعد كذلك بنت الأخ وبنت العم وهكذا. والأمومة الجدات التي لا يرث. نعم. والجهات أربع: الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة. وإن اجتمعت بنت أخ وعمة فالمال للعمة لأنها بمنزلة الأب وهو يسقط الأخ. الآن عندنا بنت أخ وعندنا عمة، بنت الأخ أدلت بالأخ وبنت والعمة أدلت بالأب. وإذا وجد عندنا أخ وأب فالأخ محجوب بالأب والعمة بمنزلة الأب، فالميراث للعمة، وأما بنت الأخ فلا ترث. نعم. ومن نزلها عمًا أسقطها ببنت الأخ لأن الأخ يسقط العم. وإن اجتمع بنت أخ وابن وبنت أخت أخرى فللواحدة حق أمها النصف وللأخرى وأخيها حق أمهما النصف. وإن أدلى ذو رحم بقرب وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما. مر بنا لو أدلى صاحب الميراث بقرابتين، تعصيب وفرض، يعني كان زوج وفي نفس الوقت ابن عم، عطيناه زوج يما نعطيه الربع وإلا نعطيه النصف ونعطيه لكونه ابن عم. وإن أدلى أو ولو أدلت جدة بقرابتين أعطيناها ثلثي السدس. نعم. ورث بهما فتقول في بنت ابن أخ لأم هي بنت أخت لأب وبنت بنت أخت لأبوين وللأولى الخمسان بقرابتيها وللثانية ثلاثة أخماس لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات ولا يعول في مسائل الأرحام إلا واحدة وشبهها، وهي خال وبنات ست أخوات متفرقات. فصل: ولا يرث ذو رحم. ما يرث ذو رحم إذا كان عندنا صاحب فرض، لأننا نعطي صاحب الفرض فرضه، وما بقي ما نعطي ذي الرحم، نرده على ذي الفرض. فأهل الفروض نرد عليهم إلا شيخ أحمد، أهل الفروض نرد عليهم إلا الزوج أو الزوجة، الزوج أو الزوجة لا يرد عليهم، وإنما للزوج الربع أو النصف، والزوجة لها الربع أو الثمن، ولا رد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، وإنما علاقة زوجية يعطى قدر هذه العلاقة. وأما الأم، البنت، الأخت، البنت يعني وبنت الابن، فها في علاقة فنرد عليهم. فلو هلك شخص عن جدة نقول الجدة لها السدس. لماذا؟ لعدم وجود الأم. وما بقي نقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول عطوه الجدة. لكن لو أصلا قالوا مات رجل عن جدة نقول الجدة لها جميع المال، أي واحد يقول خطأ. ولو كان مثلا قلنا مات شخص عن بنت نقول البنت لها النصف،
لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. طيب والباقي؟ الباقي لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول عطوه البنت. فأخذت البنت جميع المال فرضا وردا. ولو هلك سعد عن أخت نقول الأخت لها النصف. لماذا؟ لأربعة أخت شقيقة مثلا، نقول لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والباقي نقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول أعطوه الأخت فرضا وردا. وهنا يقول ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض. فإذا وجد أحد بالتعصيب ما في مجال للرحم، وإذا وجد من أهل الفروض وعددهم 21 فلا مجال لأهل ذوي الأرحام. نعم، وإنما نرد على من يستحق الرد. نعم. ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع الزوج. إلا مع، فالزوج يأخذ نصيبه وليس من ذوي الأرحام، ولا يرد عليه، جميع الورثة يرد عليهم إلا الزوج والزوجة، فيأخذون نصيبهم بدون رد. نعم. لأن الرد أولى، والزوج لا يرد عليه ولا الزوجة. نعم. فإن اجتمع معهم زوج أعطيته فرضه، أعطيته فرضه والباقي لذوي الأرحام. نعم. غير محجوب ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا، فتقول في زوج وبنت بنت وبنت أخت للزوج النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. نعم. للزوج النصف والباقي بينهما نصفان. بينهما نعم نصفان. امرأة وابنتا بنتين وابنتا أختين، للزوجة الربع ولبنتي البنتين ثلث الباقي، والباقي لبنتي الأختين. هذه المسائل أيها الأحباب نقول إنها سهلة، تحتاج منا إلى متابعة يسيرة، وإذا تابعها الإنسان رسخت في ذهنه فقوي البنيان وصلب وأصبح قويا متينا. وأما إذا لم يعرف هذه المسائل قد لا يستطيع السير في معرفة علم الفرائض. وهنا باب الحجب. الحجب منه ما هو حجب حرمان، ومنه ما هو حجب نقصان. فحجب الحرمان مثل الأب يحجب الجد، وحجب النقصان مثل الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فلا بد أن يكون الإنسان ملما بهذه المسائل عارفا بها ليكون بنيانه متينا وأسسه ثابتة. نعم. عندنا الآن الخنثى المشكل. من هو الخنثى؟ هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أمره، لا ندري أذكر هو أم أنثى، لا ندري هل نقول له يا سعد أو يا سعيدة، ما ندري. لكن إذا وجد لدينا من العلامات ما يجعله يميل إلى الذكورية فهو ذكر، أو من العلامات ما يميل إلى الأنوثية فهو أنثى، وإذا لم يوجد هذا أو ذاك قلنا مشكل. والمشكل الحل كما أمر علي رضي الله عنه حينما استفتاه معاوية رضي الله عنه، قال يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، أما إذا اتضح أمره فهو يعطى ميراثه كاملة ذكرا كان أو أنثى. وقلنا هناك علامات، علامات أنه أنثى لأنه إذا حاط، وعلامات أنه ذكر إذا نبتت اللحية، وعلامات أنه ذكر إذا بات من إذا بال من الذكر، وعلامات أنه أنثى إذا بال من الفرج. لكن البول يقول منهن كلهن، قالوا أين أكثر هذا ولا ذا؟ قالوا كل سواء، معناه ما في شيء يعني يجعلنا نغلب جانب، فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم. باب ميراث الخنثى. وهو الذي له ذكر وفرج امرأة فيعتبر بمبالغ، ذكر لكونه رجل وأنثى وفرج لكونه أنثى، فهو له ذكر وله فرج
ولا ندري أيهما. نعم. فيعتبر بمباله، لأنه قد جاء في الأثر يورث الخنثى من حيث يبول. من حيث يبول، من وقالت الجارية ينظر إلى مباله قبل الإسلام، فحلتها الجارية لما قالت لسيدها وش اللي خلك ما تنام تقلب، قال المسجان كذا وكذا، قلت له هذه بسيطة، فما هي أو قبل تقول له ما هي، قال هذه ما هي مسألة رعي غنم لأنها ترعى الغنم، هذه مسألة عويصة، فلما أخبرها وجد الحل عندها. نعم. ولأنها أعم علاماته، لأنها توجد في الصغير والكبير، وقد أجرى الله العادة أن الذكر يبول من ذكره والأنثى من فرجها، فاعتبر ذلك، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، فإن بال منهما اعتبر بأكثرهما. نعم. نعم. اعتبر بأسبقهما، فإن خرج في حال واحدة اعتبر أكثرهما، لأن الأكثر أقوى في الدلالة، فإن استويا فهو مشكل. والمسألة اللي معاوية رضي الله عنه طرش واحد إلى العراق ليسأل علي عنها، يعني كانت مشكلة ما فيها شيء يوضح، وهو خنثى مشكل. نعم. فإن مات له من يرثه أعطاه هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ فينكشف الأمر بأن يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات اللحية، أو علامات النساء من تفلك الثدي والحيض والحمل. نعم. فإن يأس من ذلك، تفلت الثدي استدارته وكبره أو الحيض وما أشبه ذلك. نعم. فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإذا اجتمع ابن وبنت وولد خنثى فللذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة وللبنت سهمان، لأنه يحصل بهذا العمل له نصف ميراث الذكر. عنده ولد مثلا وبنت وخنثى، وأعطينا الذكر 1000، نقول نعطي الأنثى الثابتة 500، ونعطي الخنثى 750، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم. ونصف ميراث الأنثى، فإن كان مكان الابن أخ أو غيره من العصبات فله السدس، والباقي بين الخنثى والبنت على 5. وقال أصحابنا يعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، كانت مباينة، أو وفق إحداهما في الأخرى كانت موافقة، إن اتفقتا، أو يجتزئ بإحداهما إن تماثلتا. لأن عندنا النسب الأربعة معروفة في البرايض: المباينة والموافقة والمماثلة والمداخلة، النسب الأربعة تسمى. نعم. أو بأكبرهما إن تناسبتا، وتضرب ذلك في 2 فما بلغ، فمنه تصح. فمنه تصح يعني المصح. نعم. ثم كل من له شيء من إحداهما مضروب في الأخرى أو في وفقها، أو تجمع ما له منهما إن تماثلتا فتعطيه إياه. ففي هذه المسألة إن قدرناه ذكرا فهي من 5، وإن قدرناه أنثى فهي من 4، تضرب 4 في 5 تكون 20 في الحالين، ثم في الحالين تكون 40، فللابن 2 في 5 و2 في 4 18، وللبنت 9، للخنثى سهم في 5 وسهمان في 4 13، لأن للابن الخمسين بيقين وذلك 16، وللبنت الخمس بيقين 8، وللخنثى الربع بيقين 10، فذلك 34، يبقى 6 أسهم يدعيها الخنثى كلها ليتم له سهم ذكر، ويدعي الابن ثلثيها
ليتم له النصف، والبنت تدعي ثلثها ليتم لها الربع، فقسمناها بينهم على حسب دعاويهم، للخنثى نصفها ثلاثة، وللابن سهمان، وللبنت سهم. ثم إذا كان عندنا أكثر من خنثى، إذا كان عندهم خنثيين كلهم خناثى، فكيف العمل؟ نعم. فإن كان خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم، فتجعل لهما أربعة أحوال في أحد الوجهين، وفي الآخرين تنزلهم حالين، مرة ذكورا ومرة إناثا، والأول أصح لأنه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال. وعلى الطريق الثاني يفضي إلى حرمان من يحتمل الاستحقاق. ألا ترى أنه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى وأخ، فنزلتهم حالين لم تعطي ولد الابن شيئا، ومن المحتمل أن يكون ذكرا وحده فيكون له الباقي بعد البنتين، فعلى هذا تنزل الثلاثة ثمانية أحوال، وللأربعة 16، وللخمسة 32 حالا. وبقي أيضا أمور تتعلق بالحمل، وأذكر أننا كنا في عام 1385 وكنت أدرس هذه المادة، فنضطر إلى جعل سبورتين في الفصل، لأن الحمل يحتاج إلى ست مسائل. فيقال توفي رجل وترك امرأة حامل، فنقول تريثوا إذا أمكن، إذا قالوا لا ما نستطيع. وقد جاءني جماعة في مكة في المحكمة يطلبون إثبات ميراث، إثبات وفاة وحصر الميراث، قلت لهم تريثوا، قالوا لا مستعجلين. فاضطررنا لأن نعمل لهم ست مسائل في مسائل الحمل، يعني يتوقع الإنسان مسائل بسيطة أو كذا، هي في الواقع بينة وواضحة، وأسلوبها لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما تحتاج إلى متابعة ودقة. إذا قالوا توفي شخص وترك زوجة وأم وأب وكانت الزوجة حامل، نطلب منهم التريث، يقولون لا مستعجلين ولنا ظروف وعلينا التزامات. فنضطر إلى أن نعمل المسألة الأولى، نقول الحمل ذكر وننهي المسألة، ثم نعمل بجوارها مسألة ثانية ونقول الحمل أنثى ونقسم المسألة، ثم نعمل مسألة ثالثة ونقول الحمل ذكرين، ومسألة رابعة ونقول الحمل أنثيين، ومسألة خامسة ونقول الحمل ذكر وأنثى، ومسألة سادسة ونقول الحمل ميت في بطن أمه. فعندنا الآن ست مسائل: ذكر، أنثى، ذكرين، أنثيين، ذكر وأنثى، ميت. ثم نخرج الجامعة لهذه المسائل الست، ثم نعامل كل واحد من الورثة بالأضر ونعطيه الأضر، ثم نوقف الباقي حتى يتبين الحمل فنعطيه حقه، ثم بقية الورثة من له شيء أعدناه إليه، وهكذا. فنعمل الست ضمانا لحق الحمل، لأن لو تصورنا أنه أنثى وبعدين مثلا جاء ذكرين، منين نعطيهم ميراث؟ لو تصورنا أنه ذكر وجاء اثنين، واحد حسبناه هو الثاني منين، فنغلب المسائل بحيث نعامل كل واحد من الورثة بالأضر ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل، وإذا تبين أعطيناه نصيبه، ثم أعدنا لمن يستحق شيئا. وهذا هو موضوعنا إن شاء الله في يوم الأحد، في يوم الأحد. أما غدا في يوم الخميس قراءتنا في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب في كتاب زاد المعاد، وقراءتنا في نسكه صلى الله عليه وسلم حينما جاء للحج، لأنه حج مرة واحدة في السنة العاشرة، وقراءتنا فيها.
ثم الجمعة والسبت إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا وفي باب الحمل، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم: الوسائل الحديثة الآن أصبحت تبين لنا نوع الجنين، نقول وغالبا يعني ما يكون فيه خلاف ما يقولون. أنا أعرف قضية هذه الأيام أكدوا أنه أنثى إلى آخر أيامه وإلى وقت الولادة، فلما ولد فإذا به ذكر، وقد أكدوا تأكيدا كاملا بأنه أنثى. لكن مسائل الطب الآن نقول إنها قرائن، لكن كحكم شرعي يحكم بها لا، ما نبني على أساس أنهم قالوا أنه ذكرين وفي بطن أمه، نعتبر هذا قرينة وليس حكما شرعيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.